مي يوهو مي يوهو أزمة عائلية، ما فيني ما أشوفك عن أسألك عن أزمة عائلية. شو سر أزمة عائلية لحتى دخل كل بيت سوري؟ لأنه صادق، أزمة عائلية هيك بالعنوان العريض، أزمة وطن وأزمة عائلية، العائلة هي الوطن. كان في صدق بالأداء، إخراج متميز لله يرحمه شيخ المورجين شام شربتجي، سعد هذا العمل جدا وبالجمهور اللي حب هذا العمل. لحظة من اللحظات تخوفت من طرح هيك قضايا؟ لا تخوفت، أنا لأنه أنا عامل الخربة وما عملت كوميديا بالخربة، بس عملت شخصية من لحم ودم. هون في أداء مختلف، بدك تقدمه بالأداء السهل الممتنع، بس الوقت ما بدك تهرج، لذلك أنا كنت بعيد عن التهريج. حلقات لما يفقد الذاكرة وكذا بتبكي لا شفتي بلبل هذا صار ترند على فكرة على السوشيال ميديا. بعرف ايه بعرف. Who are you? Me? You who? Me Jihad? You who? You who? Who me? Who you? Me you? Me? You who?